تعلم جيدا هؤلاء يعني متقاعدين وقد طردوا قسم من النظام السابق. نعم. طيب كان اكو تحرر بالعمل من الجانب الامريكي، كان اكو وجود للقوات الامريكيه، اكيد اكو وجود اكو لحاكم مدني، وجود. شلون تعاملت وياهم او هم شلون انا تعاملوا معك؟ تعاملت معاهم لمصلحه بابل ومصلحه العراق. طيب يعني مثلا صار حادث في احدى المناطق وتم اغتياله من قبل التحالف، قتلهم يعني بعمد بدون عمد، قدرت اعوضهم كل واحد 11,000 دولار واثنين يتعينون من عوائلهم بالضغط على الامريكان. قطعت رؤيتكم كمحافظ مع ما يريد الامريكان المتواجدين في المحافظه؟ انا الحقيقه فقط من قبل ما اطلع، الحقيقه هناك بعض دعاة الدين طلبوا مطالب غير منطقيه وغير مقبول. يجيني واحد يقول لي سويني مدير ناحيه بالمشروع. لا بس هسه دعاة دين، قصدك رجال دين لو تابعين لاحزاب دينيه، احزاب اسلاميه، الاحزاب الدينيه يدعون بها. قدم في حينها الحقيقه، قدمت استقاله. الامريكان قالوا لا تقدم، اجوني للبيت قالوا بالعشره بالليل ما نخلي ولا واحد. تم لا، وبعدين تطلع علي وعلى عائلتي. هي التظاهرات كانت طالعه على حضرتك؟ على حضرتي. ليش؟ قلت لك ذولا حركوهم.